إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مع كلها تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثال. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله وعلى عبده في الملائكة ورحمته، ومنا الدعاء، نقول: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا فسرها. فيشرع لنا الاكثار من ذلك في الليل والنهار في كل وقت.